إصابة بفيروس كورونا. الطبيبة تعمل بقسم الطب العام بمستشفى الطاهر المعموري بنابل. نحن مش نجاوبكم على برشا أسئلة، كيفاش اكتشفوا الحالة هذية، كيفاش مش يتعاملوا معاها. مش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الدكتور محمد علي سباعي، رئيس قسم مستشفى الطاهر المعموري بنابل. مرحبا بك. مرحبا عسلامة. مرحبا بك. كما كنت نقول، اليوم سجلنا رابع إصابة بفيروس كورونا. الزميلتك تعملوا بنفس المستشفى، بعد ما سمعتوا بالخبر شنو كيفاش كانت التفاعلات، شنو الوضع توا بمستشفى طه المعموري بنابل؟ والله هو الـ الإصابات في سلك الإطار الطبي وشبه الطبي والعمل والناس كله الإداريين، الناس متجمدة في الخطوط الأولى لمواجهة الإفادية، ربي يسترنا، مشكورين، ويردة جدا. معناها التقبل متاعنا باش يكون احنا معناها في احتكاك مباشر مع المرضى، واني اكسبوزي الناس الكل باش نواجهوا الحالات هذية. بقينا احنا هي نحب نطمن الناس الكل اللي هي في حالة عزل عندها 3 أيام وللتحليل جاي اليوم بوزيتيف، والإجراءات الكل اتاخذت كسوا على مستوى المستشفى، على مستوى عائلتها، على مستوى الأعوان، على مستوى المرضى اللي كانت تبشر فيهم. معناها ما نحب نطمن المواطنين في نابل اللي راهو الحاله كما يقولوا تحت السيطره، معناها ما هربتش منها. يعني دكتور سامحني، اليوم مش يتم التثبت من كل المرضى اللي عينتهم الدكتوره هذيه، والناس اللي اتصلت بهم كانت على اتصال بهم من عائلتها ومن الاطار الطبي وشبه طبي بالمستشفى؟ اكيد هي راهي هي في عزل من عندها 3 أيام، هي ملي جاتها شويه سخانه، وانا تو كان تخليلي شويه وقت عندي على حكايه البريفونسيون. ما نقول هي ديجا في حالة عزل عندها 3 أيام، وجرى التحليل قلت البارح وجاء اليوم بوزيتيف. معناها ماخذين الاحتياطات من ناحية الكل، وربي يسترنا. احنا راهو في مستشفى محمد طاهر المعموري فما خلية أزمة، وفما لجنة طبية اللي هي في اجتماعات مفتوحة كل يوم، وكل يوم نتداولوا، خاطر توا الفيروس هذا قاعد يتطور، وقاعد الفيروس هو بيدو قاعد يتطور. تو نحكي لك بعد حتى على لسيني كلينيك نتاعه وعلى الاعراض نتاعه، وقاعده تتطور، قاعده تظهر لسين جدد. دونك احنا في اجتماعات كل يوم باش مجمدين ومتواجدين باش نكافحوا الاف هذه الناس الكل مع بعضنا، والفو با بانيكي. انا نحب نقول للمواطنين في جيرة نابل ولا في الجمهورية التونسية الكل، راهو كي باش نلقاو كاب بوزيتيف معناها ما يلزمناش تشدنا حالة فزاعة كبيرة، وحالة يلزمنا نعرفوا نتعاملوا معاها، نقيوا رواحنا، نشوفوا العباد، نعملوا تحاليل، وبقدرة ربي الناس كل مجمدة. اليوم وزارة الصحة من وزير الصحة وانتهاف تحتاش الناس كل اليوم، احنا كل يوم توا الدكتور عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بنابل، والحق نحب نوجه له تحية، اللي هو مجند ومجندين الإداريين الكل والأطباء الكل. والدكتور عادل الحدادي رغم اللي يتعرض له من ضغط من الصحفيين، وهذه المناسبة باش نحكيها، راهو متجند صباح وعشية والناس كل مع بعضنا في اجتماعات باش نحلوا المشاكل هذية وباش نطمنوا الأهالي في نابل. رانا قاعدين نخدمه والحمد لله الناس الكل مع بعضنا. وراهو شوف يلزم الناس تفهم والشباب يفهم توا اللي راهو الفيروس هذايا ما تمسش كان الكبار. احنا في الاسف البارح قلت البارح نشوفوا اللي الادوليسونت هذايا المراهقه 16 سنه وما عندها حتى اعراض، معناها ما عندها حتى انتيسيدون، معناها ما عندها حتى مرض، ولبس عليها 16 سنه وتوفيت بالكورونا في فرنسا. البارح في صفاقس الوفيه السابعه عمره 39 سنه. معناها الفيروس هذايا ينجم يلبتو شيء، ينجم يمس اي عبد كسوا شريحه. بربي شباب متاعنا اللي هكا تهزوا شويه الحماس واحنا صغار وكذا والكورونا ويخرجوا يحوسوا وكونتاكت كبير، بربي يخموا في رواحهم اللي هما راهم بيدهم نصن با ايبارني في الفيروس هذا اللي نجم هو يمرض به ويتضر به ونجم ينقله ويعديه للعائله نتاعو. قلت لي فما ديسيني جدد، شنو هما؟ ديسيني جدد ظهرت. نحكي لك على الدكتورة هذي عملت إيروبسيون كوتاني، تقولش عليها حسبة، معناها دي إيروبسيون كوتاني معناها حبوب في الجلدة مع السخانة، معناها تضيعك جملة. توا في العالم أجمعوا الأطباء اللي لانوزمي مع فقدان حاسة الشم من ليسيني كلينيك تريز ايفوكاتور، معناها اللي مليسيني متاع اللي
يقولون هذه التانت متاع كورونا، معناها واحد إنسان بالكورونا الشم والتذوق زيدا كيف والتذوق يعطيك الصحة، بخلاف الكحة، بخلاف البرونشيت، بخلاف السخانة، بخلاف شوية جريان جوف، بخلاف الأحساس متاعك النزلة، الواحد فاشل اكسترا، فما ديسيني كلينيك جدد قاعدين يظهروا. علاش؟ خاطر الفيروس قاعد يتطور، من اللي كان في الشين طلع للأوروب وتو دخل للأفريك، قاعد في التراجي نتاعو، قاعد السميت يعمل في دي ميوتاسيون، معناها قاعد يتطور ويتأقلم ويظهر في أعراض جدد. دونك ومازال هو بيدو الفيروس، الناس تبحث، مازال ما عندناش اسي دو بوبليكاسيون اللي الناس باش تفهم الفيروس بالبدا، بحيث لهنا قعدنا سلاح واحد اللي هو الوقايه. راهو شوف باش نقول للعباد، راهو الفيروس ماهوش باش يجيك للدار يدق الباب ويدخل لك للدار، انت باش تمشي له كي باش تخرج. الوقايه لو كونفينمون، يلزم الناس الكل تسمع الكلام، تشد ديارها، تبعد على الكونتاميناسيون، تبعد على العدوى. راهو الفيروس نعاود نقولها مره اخرى ما يجيكش لدارك، انت باش تخرج له. دونك شد دارك. هذا المساج. شكرا لك. الناس اللي تخدم، اون بليس كي الناس تشد ديارها، تو احنا في مستشفى المحمد المعبوري، كي يشد الواحد داره ما يتنقص الاكسيدونات وتنقص المشاكل الاخرى، الناس تولي الناس الكل كونسونتري على المحنه هذه، ان شاء الله نتعداوها بخير. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور محمد علي سباعي، رئيس قسم. تفضل. كانت نجم تعطيني كلمة أخرى. أي. خاطر عنا الأخبار. تفضل أي كلمة الأخيرة. جو في با تردي في دقيقة. احنا راهو الناس كلهم جندة، عمال وأطباء وفرملية وإدارة جهوية، والناس الكل مع بعضنا بربي صحفيين، عاونونا بتوعية المواطن، نحبوا الصحافة تعاون المواطن، توعي المواطن وتعاون الإطار الطبي والشبه الطبي. وأنا اليوم ككاتب عام نقابة الأطباء الجامعيين نحب لهنا نعرج وندين اللي تعرض له الدكتور الحديدي اللي هو كاتب عام الاتحاد الجهوي، كاتب عام الصحة في نابل، اللي تعرض له من زميلة صحفية من قيادة موزايك، مراسلة موزايك في نابل، وهذا راهو ما يجيش. انتم باش تعاونونا مش باش تجيو. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم، واحنا نحييكم على الدفع ذي، وتهنيوا العباد، راه ما نحبوش صحافه البلد. اكيد اكيد، احنا اليوم كلمناك باش نهنيوا العباد وباش ناخذوا من عندك المعلومه الصحيحه. اكيد هذاك علاش اتصلنا بك اليوم. شكرا لك دكتور محمد علي سباعي، رئيس قسم بمستشفى طاهر المعموري بنابل. نخليكم على اخبار وراجعين في